أخبار اليوم. أنا بتمنى إن الناس اللي شغالة في السياحة سواء هي تنشيط السياحة أو وزارة السياحة تستوعب إن إحنا معاها مش ضدها، وإن أنا بدل ما انا بروح اصور في مكان فيقول لي والله ده ب 10,000 جنيه في الساعه، بروح ادور على مكان اقل وشكل اقل عشان ما ادفعش ده، فبشوه اكتر ما بفيد. انا بدل ما هم يسعوا، انا بشوف ان بتوع السياحه عليهم ان يسعوا للدراما التلفزيونيه والسينمائيه عشان نساعد مش عشان ياخدوا مننا فلوسنا. السلام عليكم. ان شاء الله المبادره تبقى قويه بيكم، واهدافها ان شاء الله اهداف واضحه وصريحه وما فيهاش اي انتماء سياسي خالص، ولا بننتمي لحزب ولا بننتمي للسياسه، ما عندناش اي انتماء سياسي. لازم كلنا نعرف ان مصر بتمر بظروف اقتصاديه صعبه. الحل الاسرع من وجهه نظري ان السياحه تبتدي تشتغل، ان هي العربيه اللي جاهزه تدور وتجيب فلوس تاني يوم الصبح تعوض الميزانيه بتاعتنا من العمله الصعبه والاحتياط النقدي في البنك المركزي. المبادره الجميله اللي انا حابب ان انا نخرج بيها النهارده، مش احنا جايين نقول كلمتين ونمشي زي ما الدكتور عماد قال، لا، المفروض ان يكون في خطوات ايجابيه واضحه ومحدده. نقابة السياحيين ونقابة المرشدين وجامعات الأهلية وجامعة 6 أكتوبر وفندق براميزا، احنا عايزين نخرج النهاردة نقول دور كل واحد من الناس دي ايه بشغل على الأرض. عايزين نبتدي. أستاذ عبد الحميد اتكلم في الأهرام، كويس، هنعمل رحلات في الأهرام. احنا محتاجين شغل أعمق من كده. ثقافة السياحة عندنا عند ولادنا كمصريين للأسف هي مش موجوده.